احنا شردنا من وجه الطخ ومن وجه الحرب، فشردنا طلعنا على اساس نرجع لبلادنا، يعني بعد ما تروق الاحوال نرجع لبلدنا، يعني كل العالم بشردوا من وجه الحرب، وبعد ما تروق بيرجع كل احد على بيته، فاحنا ما رجعناش على بيوتنا، فظلينا طارديننا، صار يجيبونا من برا ويقولوا صيروا اصحابين البلد، واحنا ما لناش بلد، واحنا اصحابين البلد، يعني احنا ارضنا هذه وبلادنا، وبقينا نفلح ونزرع وعندنا حلال وعندنا غنم وعندنا بقر وعندنا كل شيء كان عندنا، فكله راح. يعني احنا اصحابين البلد، بلدنا وارضنا هذه، ونشكر الله اللي جيت وشفتها، ولا انا ممنوع ادخل هنا، يعني القانون هم بمنعنا لندخل، فاحنا ضلينا لاجئين لحد الان لنا 67 سنه، واحنا نقول اليوم بنرجع وبكره بنرجع وما رجعناش، وان شاء الله بنعاود بصير سلام وبنرجع. هاي البلد كلها حاسس اني انا الحين كاني في الجنه، في بلدي كاني في جنه، ولما اطلع منها استغفر الله العظيم، لا اله الا الله. احنا على كل حال فيش دين في الأديان، لا المسيحي ولا اليهودي ولا دين في الدنيا بيسمح لهذا الكلام إن نضل مشردين. شوف دعوتي أوصف إشي كان صار غريب، المقبرة كانت في كله، وعلى كل حال إحنا بس اسأله إذا بلاش تسجل فوق إشي. أنا بدي أخذ تراب من بلدي وأحمله في هذه المحرمة وأروحه عندي هناك، أحطه تحت راسي، أحطه في المحرمة هيك، واصل لما انام انام عليه، وانا الي خاطر اندفن هان، ما اندفن في بيت لحم، اندفن عند اهلي هان. مثلث مثلث بيت جبريل عند اول ما في الارض يعني الحمراء، الساعة فيه اخضر. لا والله ناشف الحين، هو سوي هذا تراب تتملس منه، تتملس منه هذا تراب بيت جبريل، تتملس منه شم ريحته.